مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده مع بوكس تو بوكس. دلوقتي دوري ابطال اوروبا ملتهب جدا، المباراه شغاله، ريال مدريد على ارضه في سانتياغو برنابيو خسران 1-0 من باريس سان جيرمان، محتاج يجيب جولين في الشوط الثاني ان كان عايز يعدي بعد خساره المباراه الاولى 1-0 في باريس. كمان مانشستر سيتي متعادل مع سبورتنج لشبونه 0-0، وان كان النتيجه بتصب في صالح مانشستر سيتي اللي كسب المباراه الاولى في البرتغال خارج ارضه 5-0. خلينا نبدا معاكم بالخبر، بعثه الاهلي وصلت خلاص لجنوب افريقيا، هتكلم بعد شويه عن القصه دي، وصولهم واستقبلتهم الجمهور هناك، او لهم الجاليه المصريه هناك استقبلهم بشكل كويس جدا، وخلاص الناس راحت الفندق والناس بتستعد وتجهز لمباراه السبت ان شاء الله مع سان داونز. كمان عندنا النهارده لقاءات هنذاعها لكم خاصه بموسيماني بعد تجديد عقده. موسيماني جدد عقده رسميا مع النادي الاهلي. خليني الاول اوريكم مقطع من الحلقه بتاعتنا يوم الاحد اللي فات، قلت لحضراتكم فيه ان الكابتن محمود الخطيب طلب من موسيماني حسم موقفه قبل مباراه سان داونز. عندك لغايه مباراه بيراميدز وقبل ما تسافر سان داونز، اما ان انت تقول لنا هتجدد او مش هتجدد. واعلن الاهلي في ساعه مؤخره امبارح، في ساعه مبكره من صباح اليوم او مؤخره من ليل امس، التعاقد مع موسيماني ومد عقده رسميا مع النادي الاهلي لمده موسمين مقبلين بجانب الموسم الحالي. تعال نشوف في حلقه الحد قلنا ايه من الكابتن محمود الخطيب لموسيماني. احسن موقفك قبل جنوب افريقيا، يحصل معاه قعده بعد ماتش بيراميدز، قول لنا بقى. لا خلاص، هم قالوا له انت 180,000 جنيه اول سنه، 190,000 سوري دولار اول سنه، 190,000 دولار ثاني سنه، 200,000 دولار ثالث سنه، والتذاكر اللي معرفش الايه واللي هي الفي اي بي والاقامه اللي في فين وكل الكلام ده تمام وزي الفل، وحقول لهم شرط الجزاء، حطوا له الشرط الجزائي بتاع اللي هو 3 شهور وكل الكلام ده اتجهز تمام. ايه حجتك بقى؟ لو سمحت احسم بقى القصه دي. لا هينتظر عليه مباراه بيراميدز، وقبل حتى ما يسافروا سان داونز عايز منه رد نهائي الكابتن محمود الخطيب على هذا الامر. من ضمن اهم اساليب النجاح في كره القدم وخصوصا الانديه الكبيره كلمه الاستقرار. استقرار بمعنى ايه؟ استقرار على تشكيل ثابت لسنوات، يبقى في قوام رئيسي للفريق، استقرار على مدير فني طالما محقق نجاح مع الفريق. الاهلي دايما بيسعى للاستقرار طول الوقت، موسيماني محقق مع الاهلي حتى الان انجازات جيده جدا، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، 2 برونزيه كاس عالم، عامل انجازات كويسه جدا الحقيقه يعني. علشان كده النادي الاهلي كان بيسعى لتجديد عقده، بالفعل قام موسيماني بالتوقيع واعلن الاهلي رسميا. كان في بعض الحواديت اللي موسيماني طالبها والاهلي وافق له على جزء منها وموسيماني تغاضى عن جزء منها، كان منها الشرط الجزائي عايز يعليه، وافق في الاخر يبقى شرط الجزائي 3 شهور. الاهلي وافق ان يدفع 180,000 دولار استكمالا من بدايه شهر ابريل، خلاص هيرفع مرتبه ل 180,000 دولار لغايه نهايه الموسم، الموسم الجاي يبقى 190,000 دولار، الموسم اللي بعده هيبقى 200,000 دولار. وكان في الموضوع العموله بتاعت زوجته كوكيله، وانا مش عايز اقول ان ده يعني غلط لانه في الاخر هي الوكيله بتاعته، لكن الاهلي حب ان هو يلغي الموضوع ده وفعلا تم الغاء هذا الموضوع والموضوع عدى والقصه خلصت نهائيا.